جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا في المنطقة مئات الناس يقومون بجمع زكاة الفطر وإعطائها لشخص يستحقها، وهو ينقلها بدوره لأهله خارج البلاد، فهل تجزئ بهذه الطريقة أن يدفعها الشخص بواحد وينقلها إلى بلاد أخرى؟ أفتونا أثابكم الله. لا بأس بذلك، إذا دفعت إلى الفقير في وقتها فإنه يتصرف فيها في أي مكان ناسبه ذلك، ويجوز له أن ينقلها إلى بلده وإلى أولاده في بلد آخر، لأنها بلغت مبلغها حيث دفعت إلى الفقير في وقتها. نعم.